كادر برنامج الرحمة والإنسانية وقناة زاغروس الفضائية أخذوا على عاتقهم تقديم يد العون فورا لأم سجاد وإنقاذها قدر المستطاع من الألم اللي هي بيه. استجابت لنا فورا للحالة الدكتورة نورة أمين اللي أبدت تعاون كبير في حل مشكلة أم سجاد، لأن شافتهم عائلة فعلا مستحقة للمساعدة وتقديم يد العون لها. يعني أحب أشكر برنامج الرحمة والإنسانية وأحب أشكر حضرتك، أنتوا دائما تنزلوا مناشدات وأني متابعتكم. مع الأسف أنا يعني مشاغل الحياة تعرف وشغلتني يعني فترة أنه ما قدرت أتواصل ومقصرة والله. البارحة شفت مناشدة الطفل سجاد، مناشدة أم سجاد، وكلش انقهرت كلش تأثرت، يعني ما قدرت ألزم روحي إلا أنه أجي اليوم. وبالعكس اني اللي اناشدكم انه تساعدوني اقدر اوقف هالناس وادعمهم وتأمرون امر. اني بالنسبه للسقف ان شاء الله اني متكفله اسوي لك اياه. الله يوفقك. وراتب سجاد سنه مصاريف الحليب والحفاظات علي تأمرين امر. بس شي يعيني بالحياه ولو شيء بسيط شهرياً لهذا الشاب، لأن الخطية كلش مدمرها ومدمر حياته. منطع الزنة تقدر أمرض منطع الزنة. الله يحفظه، الله يحفظه إليك. دكتورة شنو الحالة اللي أنت هسه بيها تحت هذا السقف وتحت هاي المعاناة؟ سولفيني. الله يعينهم. أني ما كنت أتخيل الوضع بهالمستوى هذا، يعني كل شيء صعب. هسه احنا شويه كسر الجو هالفتره، يعني ما دا اتخيل بالصيف الحار شلون كانوا مقضيها هنا. الله يعينكم، الله يعينكم. ويا ريت لو انت حاكيه شويه من قبل، يعني من بدايه الصيف كان على الاقل يعني جهزنا للصيف فتشي. بس ان شاء الله ملحوقه وايد بايد وياك وتندلل. الله يوفقك، الله يرضى عليك، الله يستر عليك. تأمرين أمر. طيبة والله، طيبة والله. يحفظ الأستاذ، الله يوفقه السباق للفقرة. يا أبو الوقفات أستاذ حادي، والله طيبة. أبو الوقفات إحنا يوم نريد نشكر هاي الإنسان اللي تركت كل عملها وتركت كل مشاغلها. أيوة. وإجت مو واجبها تجي، هذا واجب. واجب اليوم دار المعاقين، وزارة الرعاية، وزارة مو وزارة، يعني تجي دكتورة هي أصلاً مو اختصاصها تجي تزور عوائل، أو بس هي الإنسانية اللي عدتها اللي بداخلها، العاطفة اللي عدتها، قالت أنا والله مستعدة أجي أزورهم للبيت. الله يوفقك دكتورة. الله يوفقك. الله يعطيك الصحة والعافية. صحة وعافية. أمور تاخذون عيون. شنو نوعية الحليب اللي تستعمله؟ ما راويتني إياه. آخذ له ما عندي مال أكياسة. وينه؟ أكياس هذا المدهش. بعد هو شنو النوعية اللي يحتاجها؟ تعرفين اسمها؟ لا ما أعرفها بالوصفة مالتي، بس مالته وأدورها. جيب الوصفة. إيه. جيب الوصفة وتدلليها. الله يسلمك. وهم عندها شاشة بعظامه، التهاب على الدحات. إيه. ومن كثر العلاج هم. إيه. إيه. وأنا عندي أكياس. رحم. أكياس لو تكيس. تكيس بالرحم. احنا عندنا عيادة نسائية والتوليد موجودة بمجمع نبي المنصور. ايه.
اوكي راجعي دكتوره عبير همينة تعالج لك شلون خلصتك من عندك؟ قبل سويتها بال 2011 عمليه؟ عمليه نظافه. انجوز هسه ما تحتاج عمليه؟ لا مو نحن كبار عندي ثلاثه لازم تجيبين همينة عندي همينة الدكتوره ترجع على مود سلامات ان شاء الله. ما اشترى عباية تحتاجها ما اشتري لي. اتحصر والله اتحصر. لكل شيء ناظر يقول ما يخالف من يهون يما الله ما يضيع وانتو الطيبين الله يكثر من أمثالكم طيبة والله يحمدون بيك والله بعيني بعيني حاضر تجيبي تحاليلك فحوصاتك حضريها كاملة عندي والمجمع أستاذ حمزة اوكي تؤمرين امر الدكتوره لازم يعني تعرفين اوكي قبل 11 سنه هسه احنا لازم يعني من جديد نعيد كل التحاليل والفحوصات عندي لا هاي جديده عندي جديد. دكتوره تشوفها وهي تقرر تمام حتى قالوا لي شيل رحمك خلي نتاكد بعدك صغيره خلي نتاكد اوكي خليها ورا الدكتوره وهي تقرر لي وشهري ما عندي غالي العلاج الله يسلم عليك الله يوفقك الله يترزقك دكتورة طيبة أجمع الله يوفقك إيه راح تكفل لك كلها بيها العلاج والتحاليل والفحوصات والسونارات وكل شيء وإذا احتاجيتي عملية لا سمح الله لنشوف بعد لي وقتها نشوف ويا الدكتورة شلون نرتب لك يعني. ماشي الله يوفقك دليل. الله يرضى عليك الله يعلي شانك يا ناس يوفى الإنسان هاي الطيبة الحنونة الخلوقة اكو جا حد ساعديك وقف وياك خير هاي الإنسان ما حد بس هاي المرة الله يحفظها الله يعلي شانك بس هاي شافتني كم سنة صارت على الحبة؟ صار لي بال 15 سنة يلا 15 سنة كواعدك بابيك؟ لا ساعديك؟ لا سوزي؟ وخلف الله على استاذ حمزة جاب لي هالمرة عمال حبيني حبيني هاي الإنسانة الإنسانة هسه دخلت بيتي فرحتني طمنتني هي بنتي بيت إشكال كافي إي والله ودمعتها غالية علي والله